مبعود الحق هذا بيا غرباني. ومش نسمو نسمو غير الشعبي برك، حتى في الغناء تاعنا في العراس كي نبرحوا ونجدوا نقولوا في خاطر ولاد الغرمه قدروا حرمه. هذوك تشوف فيها لاكرت نجيو نقصروا ديمين ولا هنا نسمعوا شويه شعبي موسيقى ملاحه هذه هي برك. والعنقه حاضره بزاف هنا. هنا العنقه غناو شو لي ميور شيخ فيها في الجزائر تاع الشعبي غناو هنا في الحي هذا. العنقه الرحمن غنى القبي وشحال القبي القروابي القبي وشحال يموت على عنابه. عارف طبي يحبنا صح يحب ناس علابه كامل يا سلام. احنا خلقين هنا في الشعبي احنا خلقين في الشعبي متنا في الشعبي وبربي لا متنا نموتوا ما يكفي ها كيما مات العنق نموتوا هاي سوا ولا الشعبي في مدينة عنابة الشيخ تاع عنابة تاع النالوف وكلها بدات شعبي. عمي بحارة كان في الشعبي، الشيخ حسن عنابي كان في الشعبي. قديما يعني ما عندناش حنايا قال هذا يؤدي الشعبي او لان الشعبي مش يؤدي الحوزي ومشايخ المالوف يؤدون الحوزي. وما يخفاكش اول مهرجان تاع الموسيقى الاندلسية شكون يقاد الجوق الاوركسترا بيلوت تاع عنابة هو الشيخ العربي، والشيخ العربي كان يغني يؤدي الشعبي وكان يعرض لدار الشيخ العنقة. كان الشيخ العنقة لما يجي لعنابة يجي عند الشيخ العربي. الشيخ العربي كان من الوجوه البارزة في مدينة عنابة. الشيخ قريقرة كذلك، الشيخ عبد السلام كذلك، هؤلاء أعطوا الشعبي في عنابة عنده طريقة معينة في الأداء. وعنابة منذ القدم مشهورة بالشعب. أنا شعبي ومالوف لا ماجوريتي سي شعبي مالوف. أنا كي مع عنابة نقول لك يا واحد 400 ميزيسيان في الشعبي وكاين تقريبا 400 ميزيسيان في المالوف أوسي أوني إيغو شعبي ومالوف. هنا كاين بصح كاين مولي للشعبي وكاين مولي للمالوف. كي يجيب واحد يحب الشعبي يجيب شعبي، يجيو الناس تاع الشعبي. وكي يجيب واحد مالوف يجيو صحاب المالوف. وهنا في برمة الغاز برمة الغاز هنا غير الشعبي. هنا يا لي غران شونتير فاتوا منا. انا عمل الحاج محمد العنق الله يرحمه قالوا لي باللي غنى عندكم غنى عندنا في العرس تاع خويا 74. دونك احنا في عنابة
معروفين باللي كاين الناس يميلوا للمالوف وكاين الناس يميلوا للشعبي، وانا نميل للمالوف وللشعبي. خاطر عندنا بكري كارتيات يحبوا ياسر المالوف، تروح الى بلاصه دار كان يسكن فيها.